صباح هايله ابدعتي. لما شريف قال لي هيغني العنوان اللي قالوا لي اتخلعت، واداني اكتر من 50 سنة. لما جيت اسافر مصر لاول مره، عمنا الصديق الشيخ الله يرحمه كان محاسب في دارة المهدي، وعمنا مهدي كزام الله يرحمه هم اصحاب، وادوني باركليز بتاع ام درمان في المحطه الوسطى، قالوا لي عشان اذا فلست نعرف نتعامل معاك. فتحوا لي حساب ب 30 جنيه عنوانه 1-0-404، حافظه لغايه دلوقتي. ده قلت له هتغني شنو؟ قال لي هغني 404 بتاعتي. بعدين في الاخر قال لي لا 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 لا, لا بتاع صديقنا الشاعر المبدع علي شبيكه، لكن العنوان 404 انا ما اعرفه. انا عارفه لا 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 دي سالت الصايح حكايه 404. يقول لك اغني لك 404. صح كلامه صح. كلامه صح. هو بس ما بغني 404 سايب، غني لا 404. لا 404. الموضوع كالاتي. انا من العاده اي اغنيه بتجيني غالبا بتجي بدون عنوان يعني. لا. بختلها العنوان انا من الحقيقه. الاغنيه دي لما جابها الاخ علي قدري ما فتشت جواها طلع لي عنوان ما لقيت. بعدين اي كوبليه بينتهي به لا 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 يعني مثلا طيب اسميها لا كده سايمة ما معقوله. سميها لا لا عثمان حسين عنده ناس لا لا. قلت كده سيب الموضوع ده. بعد ما عملت اللحن ضربت لي علي قلت لي الموضوع خلاص جاهز لكن نسميها شنو؟ قال لي يعني شنو انا ما انت بتسمي براك. انا قلت له انا فتشت ما لقيت. قال لي كده غايه تجتهد. اخيرا انتبهت برايا انا انه كلمه لا في التلحين بقت حكايه كثيره جدا. يعني لا 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 دي كلها لا. ايوه سكت. حسبت الحكايه دي رجعت للسبح. رجعت للسبح حسبت الموضوع ده لقيت لا دي بتتقال عدد كده مره. ضربتها في عدد الكوبليهات طلعت لي 403. 403 مره لكن 403 زي شتره. ايوه. والزمن ذاك كانت المساله بتاعت الذهاب الى الـ الى الـ الى الاقماء الى القمر. أيوة. كانت كثيره جدا لونا ما بعرف 100 وكم. ايوه. وكان في ال يا اخي الزمن بقى بتاع. وبعدين في حكايه البيجو 404 بقت فيها ارقام لكل حاجه. بقت الارقام شغاله. طيب 403 شترة احنا كده نحاول نوصلها 404 ونخليها لا 404 ما يزن. ايوه. فقمت اجتهدت في القفله لا 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 دي عملته 404. دي عملته 404. ايوه. فبقت 404 لا 404. لكن المدهش في الموضوع ده الاغنيه اللي جات في ظروف يعني كان شويه برضه في شويه حرج. نعم. صادفت الفتره اللي كان بيتعامل فيها الاستفتاء لرئاسه الجمهوريه لنميري. نعم. الله يرحمه. لا الله يرحمه. الوطة كلها كانت نقول نعم ونعمل شنو ما بعرف ايه ما خلاص. أيوة. القصه بتاعت هاي. أيوة. تجدي لا 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 لا, لا في معارضه هنا سياسيه تلعب دور كده. نعم يعني. نعم. فحصل زي شويه غايته تردد كده في الحته دي. ايه اللي تقوم تجي لا 404 وسط جو كله دارين نقول نعم, نعم والف نعم وليك يا نعم. المعارضه مثلا شريف. فده الموضوع يعني. جاهزين يا شباب؟ لا 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 بقيت تسير جمالا املي ومناي وصالا. بقيت تسير جمالا املي ومناي وصالا. اقول اسال عيوني لا 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 لا
لا لا لا فتحت لك قلبي في موضع الجلالة حاشاك تصدي عنه حاشاك قولي لا 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 هاي اللي بنقصد دي الميتين. أنا طالبك 200 لا 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 نقصها هاي 200 دي يقولون إنه في اللغة الحنين إلى الماضي الشوق إلى المستقبل. لما تقول الحنين معناتها حنيت للماضي، لما تقول مستقبل معناتها للمستقبل. غنينا حنين كتير جدا للماضي والأغنيات الجميلة اللي بتصوره، لكن دارين نقول كمان حبة شوق للمستقبل مع أستاذنا صلاح، مع ابننا نادر، مع أستاذنا محمدية، مع الفرقة الموسيقية الرائعة، مع الشباب. نغني حبة شوق محجوب سراج. الأستاذ صلاح مصطفى يعني أحد الذين شكلوا وجداني بدون شك في بداياتي، كل الناس الماضي والحاضر مشي أمرك يا غدر، مرة صابر فوق زايا. وزي ما تكرمت قبيل قلت إنه أبوه كان يعني أو هو أدانا معلوماتي إنه والده بيعزف بأكورديون ويبدولين، وده السبب اللي خلى أخونا برضو محجوب مصطفى من أبرع عازفي الأورج، وكان أحد أعضاء فرقة البلو ستارز من أعظم الفرق الموسيقية اللي تناولتونا الجاز الغربي برفقة المرحوم عريقيري وآخرون. وأخونا برضو بكر مصطفى من أحسن الفنانين اللي تغنوا باللغة الأمهرينجة وتناولوا الغنى الأسيوبي. فيبدو أنه دي البيئة اللي شكلته، وهو بعد شكل وجداننا له التحية ومضى الله في أيامك أستاذ. في حاجة ظريفة حصلت في الحلقة اللي فاتت، أنا يمكن ما جيت فرصة أقول، لما طه سليمان ومحمود عبد العزيز طلب منه أن يغنوا الماضي والحاضر. نعم. ففي زول بهنا أحمد الصادق أظن أحمد الصادق هاي قال لي خذ يا نادر نادر شالوا لوني وشالوا منك التسيدة ما يشيلوها بعد لا هم في الأول اتهموا انه شالوه من نادر، وبعدين نادر يقوم انا قاعد جنبه بهنا يعني وعارف الاغنيه بتاعتي فيما زي استاذ السير قبل كده قال قالت له الفنان ده مين اللي بيغني اغنيه جمال فرفور، وكان بيغني الكاشف ده اخوي احمد